حظيت منذ لحظات بشرف مقابلة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تقديم أوراق اعتمادي سفير فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية الجزائرية الشقيقة. أبلغت فخامة الرئيس تحيات فخامة الرئيس محمد وللشيخ الغزواني، وبدوره أيضا حملني نفس التحيات والمشاعر. تحدث فخامة الرئيس حديثا مطولا عن عمق العلاقات الضاربة بين البلدين الشقيقين وعزم الحكومة الجزائرية بقيادته على تعزيز وترقية هذا التعاون بما يخدم البلدين والدولتين الشقيقتين. بطبيعة الحال أيضا بدوري أكدت له أنني سوف أسعى من خلال مأموريتي هذه أن أعمل جاهدا من أجل بلوغ الأهداف التي يتمناها الرئيسان فيما يتعلق بالتعاون في مختلف المجالات. شكرا جزيلا.